البارد سنيه محترم. اشوف السن كده. المعلم بيقول اربع سنات بس احنا هنشوف السن. افتح البارد قافل يا غالي. على الاول حبيب، على الاول معلش حبيب. والبقره دي قافله يا رجال. النهارده ومن داخل سوق بالقاس العموم الدولي بنتعرف على اسعار البقر الوالد. بس قبل اي حاجه نبدا بالصلاه على النبي ونقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله اشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. كل القلوب الى الحبيب تميله، ومعي بهذا شاهد ودليله. اما الدليل اذا ذكرت محمدا صارت عيون العارفين تسيله. صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اهلا بكم متابعي قناه الريف حياتي من داخل مصر وخارج مصر. اهلا بكم يا احلى واغلى متابعين. السلام عليكم يا معلم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا غالي؟ قبل اي حاجه صلى على الحبيب. قلبك طيب. قلبك طيب. اتعرف بحضرتك يا غالي. اسمعني يا باشا. اسمعني. منين يا غالي؟ من كفر الجنينه. كفر الجنينه نبروه. احسن ناس واغلى ناس. بالصلاه على النبي. بس حبيبي جاي اشوف برده يا غالي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تعال هنا تعال. اللهم صل على النبي. ادي ماشي البار يا جماعه قدام حضراتكم اهيت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. فاتحه العرض قدام حضراتكم اهيت. عظم الريش بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الخشانه كل حاجه قدام حضراتكم. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. وادي الحلبات بالصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وادي العمه يا جماعه قدام حضراتكم اهيت. وادي الدوش بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وادي الركب كل حاجه على طبعها قدام حضراتكم يا جماعه. الصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عم الشحات يا باشا البار ده هنيتك. انت شاري من السوق عم الشحات؟ هنيتنا اللبن فايد يلا وكي. خمسة وخمسة؟ خمسة وخمسة ما هنكذب. طول بالك ايه دي؟ حلوة كده مش لا يا عم الشحات في أكتر من كده يا عم الشحات. أرزاق باللبن؟ يا بتاعتك أنت يا معلم؟ اللبن فيها كام برد الله؟ والله 6 و7 حلب عندي مع شباب. 6 و7؟ 6 و7 هنسلم لبن. تمام. اللهم صل على النبي. خلافة إيه؟ وراء ذكر سالم. ذكر؟ اللهم صل على النبي. وراء ذكر يا جماعة ابن 7 أيام أهو قدام حضراتكم أهوت. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ست سنات يا معلم. ست سنات؟ ست سنات. تقدر توريني سن يا محترم؟ تعالى اسمعني. المعلم بيقول ست سنات يعني معاها خناصر لسه. خناصر لسه بتساوي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والبقرة دي قافلة يا جماعة. لسه ما سويتش. كانت قافلة بحق ايه؟ حبيب. معاها خناصر يا معلم. ماشي يا معلم. بالصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طالما البار ده عينتك يا محترم، انت سمعت اسعار ولا لسه؟ الله وكيل. سمعنا والله. اخر سعر سمعته كام؟ هنا 60,000. 60,000؟ وما نفذش ليه؟ 50. ان شاء الله عايزين زياده. عاوز يعني ان شاء الله؟ ان شاء الله. طب قول له رقم تليفون حضرتك يا غالي. 010 010 9 9 9 10 10 8 4 8 4 7 0 7 0. المعلم؟ المعلم محمد العراقي. المعلم محمد العراقي كفر الجنينه. المعلم محمد العراقي كفر الجنينه مركز نبروه المنصوره محافظه دقهليه. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. اي حد يا جماعه محتاج البقره دي يتواصل مع المعلم ورقم التليفون موجود في العرض. شكرا ليك يا معلم. حبيب ماشي يا عم الساحات. كل سنه وانت طيب. ومعانا عرض تاني يا جماعه اهوت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. السلام عليكم يا معلم. كل سنه وانت طيب يا غالي. البارد سنيه محترم. اشوف السن كده. المعلم بيقول اربع سنات بس احنا هنشوف السن. افتح البارد قافل يا غالي. على الاول حبيب. على الاول معلش حبيب. والبارد قافل يا رجال. اسحب رجلي اسحب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الفتحه العارضه يا جماعه قدام حضراتكم اهيت. بسم الله ما شاء الله. وانا ماشي البقره الرجلين سالمه كل حاجه بالصلاه على النبي. اللهم صل على النبي. الحاج اشرف حبيب البقره ده ماشيه امبارح الساعه 12 بالليل البقره فلاح. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. وادي العمه يا جماعه قدام حضراتكم اهيت. وادي الدوش. وادي الركب رجلين سليمه بالصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اربع حلبات يا سعاده فاشل. حلبات الله واحد. بالصلاه على النبي. الله واحد. اللهم صل على النبي. بسم الله. ثلاثة. اللهم صل على النبي.
الاربع حلبات يا جماعه بسم الله ما شاء الله طرمبات. اللهم صل على النبي. خلفها يا معلم. اللهم صل على النبي. ورا ذكر سيمنتال اهوت خريط سيمنتال. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ورا ذكر باشا اهوت خريط سيمنتال. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا معلم شارب كم الله وكل العرق محروش؟ 64,000 ان شاء الله. اللي بقول لك واكلك ربنا 64,000 ان شاء الله. اللي انت هتبيع بيه؟ باذن الله. انا من احطم الاسعار. 64 كتير قوي يا رجال. حبيبي. بس انت شاطح شاطح في العمل يا معلم قوي. لا دي اللي انا هبيع ان شاء الله. اقول له رقم تليفونك يا غالي. اتفضل. 010 010 22 22 165 165 600 600 المعلم احمد ناصر. المعلم احمد ناصر. يعني العم بالورقه ما تنزلش شويه يا معلم؟ لا ما تنزلش شويه؟ سعرها ما تنزلش شويه؟ ان شاء الله. حبيب ماشي يا معلم. شكرا لك يا معلم. طبعا يا جماعه المعلم احمد بيقول 64,000 بس 64,000 يا جماعه من وجهه نظر كتير بما يرضي الله برضه. واللي يتواصل مع المعلم احمد يتفاوض معاه. 64 على البقره دي كتير من وجهه نظر بما يرضي الله والرسول. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ومعانا عرض نوت مع المعلم علي. اللهم صل على النبي. صباح الفل يا عم علي. كل سنه وانت طيب يا غالي. انيتك ولا شارب السوق؟ لا ان شاء الله شارب امر الله من عندنا مش شاطح. اللهم صل على النبي. السن ايه يا غالي؟ بامر الله تنوين. اشوف السن كده؟ ماشي عارف. بالصلاه على النبي. نفتح السن. حتحتم؟ اشوف السن يا غالي. بسم الله. ومن هنا السن لولا يا باشا. اللهم صل على النبي. ما سواتش. والسن قافل يا جماعه جديد. بالصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. الحلبات بالصلاه عليه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا حاج علي اللي انت شاري منه قال لك فيها اللبن كده. بالصلاه على النبي بامر الله سته سته وسته سته وسته. اللهم صل على النبي. الكلام في كام يا محترم ما يرضي الله؟ ان شاء الله بامر الله يعني بنتمنى من ربنا ال 65. ده احنا ما يكتروش عليه. بس ما يرضي الله خليك في النافع والله. لان احنا دايما بنسمع منك الحقيقه. الله يبارك فيك. انت عارف ما عندكش شغل والله. الله يصلح حالك. 56 56 56 56. قول لي رقم تليفون حضرتك يا غالي. 010 010 9 9 26 26 25 25 903 903. اي حد يا جماعه محتاج المال الطيب دي يتواصل مع المعلم علي. الالوان يا حاج علي مظبوط. 37 البنزيمي. 37 بصار البنزيمي. 37 البنزيمي حافظ شهاب الدين مركز ومدينه بلقاس محافظه الدقهليه. ماشي يا محترم. شكرا لك يا غالي. ربنا يحسن سوقك ان شاء الله.